السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى كيف الحال؟ اتفضل. الحمد لله بخير. بارك الله عمرك وعملك. ولك بمثل ولك بمثل. شيخنا سؤال بعد إذن حضرتك. الإمام الراتب يصلي بالناس كل يوم، وبعد الصلاة الجارية الفجر والمغرب والعشاء، وأحيانا بيكون في شغله ويروح للعمل، فمسألة إن هو كل صلاة من صلوات ثلاث يوميا ان هو يقرأ القرآن بيكون في حيرة، طب اقرأ ايه؟ طب اصلي بايه؟ فبيقرأ بترتيب المصحف حتى يتخلص. شوف انت اسلوبك ساحر، اسلوبك ساحر، يعني ان من البيان لسحرا، ان من البيان لسحرا. انت تريد ان تصل الى شيء ليس وفق السنة. الأئمة يستلمون الناس، واحد يستلم الناس يقرأ في الفجر اليوم من البقرة، في المغرب يتمم ما قرأ، في العشاء يتم ما قرأ، ويستمر في هذا ستة أشهر حتى يقول ختمت. هل هذا هدي محمد؟ اختصارا أنت تلتمس له التعليل وتقول له ابتوه مش عارف يقرأ، يقرأ كل الله واحد يا أخي، يقرأ الشمس. هل قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها؟ لا تنظر لهم، الله يستر عليك، نظر لسنة رسول الله. أنا الواقع في الأمر، ما أنت الواقع في الأمر وضح. أنا أسألك سؤال، هل صنيعك هذا وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد الصحابة؟ لا خلاص. ولكن أنا عللت الأحد للإخوة لما قال لي ذلك، فقلت النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه القرآن منجما ولم يكتمل إلا في آخر حياته، وإن أغلب يعني كان كثير من الصحابة ما كانوش حافظين القرآن كله. شوف، الرأي ليل والحديث نهار، الزم هدي محمد واتبعه، والسلام عليكم.